مع تزايد الهجمات الإلكترونية يوما بعد يوم، وخاصة على مواقع الإلكترونية الحكومية واختراقها من قبل قراصنة الشبكة العنكبوتية، حيث تتعرض المواقع الحكومية في جميع الدول إلى هجمات إلكترونية تستهدف أمن المعلومات لهذه الجهات. والحديث أكثر عن القرصنة الإلكترونية، رحب معنا بالأستاذ محمد الدوب، متخصص بأمن المعلومات والتقنيات. صبحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. أستاذ، يمكن إحنا قاعد نتكلم عن موضوع جدا مهم، اختراق مو أي موقع، إحنا قاعد نتكلم عن اختراق بعض المواقع الإلكترونية اللي خاصة في الحكومة. فهل فعلا ليش يتم اللجوء لاختراق هذه النوع من المواقع من قبل، نتكلم عن القراصنة يعني؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي صار قبل يومين تقريبا هو أكبر بكثير من مجرد اختراق القراصنة أو اختراق لمواقع حكومية. طبعا اختراق المواقع الحكومية حصل كثير وراح يتم يحصل للأسف يعني بالمستقبل كثير. الموضوع اللي حصل قبل يومين أكبر من هذا بوايد. اللي حصل هو تسريب عن اختراق لوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA National Security Agency لمؤسسات مالية واقتصادية كويتية وخليجية وعربية. اللي حصل ان هذه المؤسسة قامت، هي طبعا مؤسسة استخباراتية امريكية، قامت باختراق الجهات الكويتية المالية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تحديدا. انا اتكلم عن بعض البنوك، بعض شركات البترول، وبعض صناديق الدعم وصناديق النقد الكويتية السيادية. فاللي حصل بعد ما تم الاختراق من قبل الامريكان، قاموا الروس واخترقوا الامريكان وعرفوا كل شيء سووه، وقام انشروه قبل امس في موقع ياندكس الروسي، ووضعوا كل شغله، كل شيء تم اختراقه حطوا كل المعلومات، كل المعلومات حطوا تفاصيل اختراق جهات كويتيه وجهات خليجيه وعربيه، بل واكثر من هذا بكثير تم اختراق وكشف والتجسس على كل التحويلات البنكيه عن طريق شبكه سويفت البنكيه العالميه في الشرق الاوسط. يعني كل تحويل حصل من اي جهه لاي جهه في الشرق الاوسط هم عارفين 100%، لان هم داخل السيستم يعرفون كل شيء قاعد يصير، يعرفون كل تحويل تم متى واين والى من. فهذا اللي صار، تم كشفه من مجموعه روسيه تتبع الحكومه الروسيه اسمها شادو بروكرز. هذه مجموعه اخترقت وكاله الامن القومي واحتفظت هذه المعلومات عندها لحد ما صارت الازمه السياسيه بين امريكا وروسيا على موضوع الصواريخ اللي اطلقت على سوريا. فاصبح الخلاف هذا، فتم كشف المعلومات هذه لإحراج القيادة الأمريكية. لكن يعني الحين احنا قاعد نتكلم عن موضوع اختراقات، الحين ما قاعد انت يعني ذكرت اكثر من جهة تم اختراقها، والاماكن اللي تم اختراق المواقع جدا حساسة ومهمة اكيد. السبب ان احنا قاعد نتكلم انواع القرصنة، هل هي تختلف احنا اذا قاعد نتكلم على صعيد المواقع الحكومية، او اذا كانت من قبل افراد يتم اختراق مثل مواقع يعني صغيرة او مو ذاك القيمة؟ في فعلاً. انواع للقرصنه الالكترونيه بالتاكيد اسباب او اهداف القرصنه تختلف. فمثلا هناك من يعني يخترق لتوجهات سياسيه معينه، بعضهم يخترق من اجل كسب المال، مثل احنا نسميها فيروسات الفديه او رانسومير، اللي هي تقوم بتشفير ملفات حتى يتم دفع مبلغ فديه للمخترقين. وهناك نوع من الاختراقات سياسية بالمقام الأول، مثل ما حصل مع السعودية في فيروس شمعون اللي ضرب مؤسساتهم. هذا كان اختراق سياسي طبعا من الطراز الأول. أيضا ما حصل عندنا بالكويت هذا اختراق احنا نسميه economic espionage، يعني تجسس الاقتصادي. يعني الأمريكان ما يدخلون أي معاهدة، ما يدخلون أي اجتماعات بالأمم المتحدة أو غيره، ما يدخلون حتى أي مشاريع في أي دولة أخرى إلا هم عارفين من ينافسهم وشنو عنده شنو ما عنده والمبالغ راح يقدمها. فبالتالي هم يستخدمون الاختراق لدعم او خلينا نقول لاعطاء ميزه غير عادله لشركاتهم ومؤسساتهم من النواحي الاقتصاديه والماليه، وايضا طبعا سرقه اسرار الدول الاقتصاديه والماليه مثل ما حصل للاسف مع دوله الكويت. نعم، يعني استاذ نتكلم تطور هذه الامور مع يعني احنا عارفين ان التكنولوجيا قاعده تتطور، اكيد الشخص اللي يكون وراء هذه القرصنه يعني اكيد يعني في تطور شديد في هذا المجال، قرصنه الالكترونيه. لو تكلمنا عن هذا يعني الموضوع يعني مدى تطوره والدافع وراء هذا، خصوصا يعني القرصنه الالكترونيه احنا قاعد نتكلم عن شيء يمكن الكثير ما هو فاهم مدى خطورته،
فالدافع دائما يكون انه بهدف انه اهداف سياسيه او اقتصاديه؟ طبعا وجود الدوافع والاهداف هذه تدفع للجهات والمؤسسات والدول لانشاء، انا ما اقول لك ادارات، انا اقول لك جيوش الكترونيه. يعني احنا نتكلم عن الدول، خلينا نقول الدول المحيطه فينا، ما نروح بعيد، الدول المحيطه فينا، ايران، الكيان الصهيوني، بعض الدول العربيه، بعض الدول الاقليميه عندها الحين اصبح عندها جيوش الكترونيه، يعني افواج من الهاكرز يقومون باختراق المؤسسات واختراق الجهات في الدول الاخرى واختراق الاشخاص المعنيين او اللي نسميهم في اي بيز، وسحب المعلومات كلها والتاثير، حتى التاثير على اللي هو نقول الامور العامه، تاثير على الراي العام، وهذا قامت في روسيا مع ضد امريكا في الانتخابات، التاثير على الراي العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلا احنا نتكلم عن دول عندها جيوش الكترونيه وظيفتها الهجوم الالكتروني. الحين كل شيء صار الكتروني، كل المؤسسات، كل طرق التواصل بينها، كل طرق حفظ المعلومات والوثائق كلها صارت الكترونيه. فاصبح اول خطوه اي دوله تقوم فيها في اي حرب هو الحرب الالكترونيه، على اساس يتم جمع معلومات، على اساس يتم شل اركان الدول، مثل ما سوت روسيا مع بعض الدول مثل جورجيا، شلت الدوله الالكترونيه بالكامل، ثم بعدين يا وراها اجتياح عسكري، والناس لا يدرون ما اللي حصل، كل شيء كان يعني لا يعمل الكترونيا من وسائل التواصل ووسائل الاتصال، فحصل الاجتياح العسكري مفاجئ بالكامل بالنسبه لهم. احنا الحين نتكلم عن دول يمنه طورت جيوش الكترونيه تدخل على بيانات عندنا، تدخل على مؤسسات عندنا، ليس فقط القراءه والتفحص والتجسس، بل ربما حتى التعديل والحذف والتغيير. فاحنا وصلنا الى حاجه ملحه ان يتم تطوير المهارات الموجوده في البلد، يتم الاعتماد على انك بلد تعتمد على نفسها، مثل ما بلد عندها جيش حقيقي يدافع عنها تحتاج ايضا جيوش من الناس اللي تعرف تدافع وتعرف تهاجم. للاسف الكويت واغلب دول الخليج عندما يصير عندها مشكله او اختراق الكتروني تتوجه لنفس الجهات اللي هي اصلا تخترقها. انا خلال اليومين اللي فاتوا تقصد عفوا استاذ ان تتجه لها مره اخرى في حاله انه يعني عشان تعالج الموضوع؟ انا اقول لك شلون. مثال على هذا، تاتي الشركات الكويتيه او الجهات الكويتيه لما يصير اختراق تروح حق الشركات الامريكيه. الحين الشركات الامريكيه، انا تابعت خلال اليومين اللي طافوا موضوع اختراق الان اس اي وكاله الامن القومي. الشركات الامريكيه نفسها تقول هذا الاختراق مشروع، هذه جهه تجسسيه لازم تدخل تتجسس على الدول الاخرى. هم يرون ان هذا الاختراق مشروع، شلون تجيبهم يساعدونك؟ فهذا احنا نواجه مشكله في عدم خلينا نقول معرفه يعني اين يكون الحل، والتوجه بطلب مساعده من الشخص اللي ينشا المشكله نفسها. نعم، يعني احنا قاعد نتكلم عن هاكرز اللي هم القراصنه، اكيد عندهم بعض الطرق والبرامج للتجسس، هل هذه البرامج متاحه للجميع بحيث اي فرد ممكن يكون قاعد عنده الخلفيه يعني التكنولوجيه وعنده درايه في الكمبيوترات والبرامج ممكن فعلا يقدر يحصل على هذه البرامج ويستخدمها للتجسس؟ نعم، الكثير من الادوات هذه ادوات متاحه معروفه. فالكفه خلينا نقول متساويه، ما في حاجه للمعدات تكلفتها غاليه، ولا في حاجه بالنسبه حق الهاكرز اللي مناقصات وغيره، هم عندهم القدره انهم يخترقون، عندهم قدره على استخدام الادوات المتاحه. وفي ايضا ادوات يعني خلينا نقول سريه يتم كشفها مع الوقت، مثال على هذا لما تم اختراق الـ NSA وتسريب بيانات كلها، تم تسريب اسلحه الكترونيه. شنو اقصد انا اسلحه الكترونيه؟ شنو هي الاسلحه الالكترونيه؟ يعني ثغرات في انظمه لا يعرفها احد الا الـ NSA. ما حد يقدر يحلها، ما حد يقدر يتعامل معاها، نسميها زيرو دايز، ما لها ابديت، يعرفونها هم فقط، فيدخلون فيها على اي سيستم مهما حتى لو كان في نسبه امان عاليه. هذه الحين انتشرت في التسريب فاصبحت بمتناول منه الجميع. فاي جهه ما عندها قدره لتدارك الاختراق بشكل سريع، وخلينا نقول تدارك الموضوع بوقته، ما ينتظرون يوم الاحد او ينتهي الويكند. اذا ما كان في جهات عندنا بالكويت لها قدره على الاستجابه الفوريه، اذا راح يكون مثل التسريب هذا يتسبب في اختراق وتعريض كل جهات الدوله للاختراق. نعم، هل في بعض الدول، خلينا نتكلم عن على نطاق دول الخليج، هل تعرضوا لبعض يعني نوع من انواع القرصنه دون علمهم؟ وما يعني هل في مجال ان فعلا تتعرض جهه معينه للقرصنه والهاك دون العلم، ولا يكون فيها اثر ان الناس يعني يبين ان تم اختراق هذا البرنامج؟
هذا حصل الحين اختراق الـ NSA حصل من عدة سنين لكن تو تم التسريب. فأول شيء الكويت وجهات بالإمارات وقطر والبحرين وعمان أيضا ودول أخرى في المنطقة كانت مخترقة ولا تدري. السعودية لما تم اختراق وزارة الخارجية تم الاختراق وقعدوا في شبكة مدة طويلة، ثم بعدها بعد ما انتهت الفائدة الاستخباراتية من الاختراق تم نشر وكشف كل شيء لإحراج السعودية. هذا مثال، فهذا حصل في كل دول الخليج للأسف. أستاذ محمد أكيد للحديث بقية لكن راح نطلع الفاصل الصغير ونرجع نواصل حديثنا. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الدوم متخصص بأمن المعلومات. أستاذ محمد قبل الفاصل تناقشنا في هل فعلا أي جهة تقدر تعرف أن تم اختراق مثلا نظامها وبالأدلة يتم إثبات ذلك؟ طبعا اكتشاف الاختراق أمر يعني متاح وممكن القيام به بشروط. أول شروط هذه هو الاستعداد المبكر. يعني لما يتم الاختراق فجأة تكتشف الجهة أنه ما عندها معلومات ولا بيانات ولا أجهزة معينة وبرامج معينة لكشف الاختراق أو لتحليل البيانات فهذا لا يمكن القيام به، لكن في أمور استعداد مبكر يجب على كل جهة القيام به. أول شيء الجهة تحتاج يكون عندها طاقم موجود شغال يتابع الشبكة اللي عندها، يتابع اللي يصير فيه، وعندها طاقم مدرب. أنا ما أتكلم طاقم من الهواء، بل طاقم مدرب عنده شهادات معتمدة تدرب وعرف الموضوع وعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الهجمات. ثم يكون عندها يعني بكل صراحة جدية في المعلومات، جدية. هذا احنا هذا اللي ينقصنا أكثر شيء، وجود جدية. الجهات عندنا يتم اختراقها يومين تتحمل بعدين الناس تنسى، فما في جدية. وهذا طبعا سببه ايش؟ عدم وجود تشريع حقيقي يحاسب أي جهة يتم اختراقها على ما قامت به من تعريض الكويت وبياناتها وبيانات الناس فيها واقتصادها للخطر في ظل الهجمات الإلكترونية. في حالة أنه تم تدريب أشخاص وفريق مثل ما تفضلت، محتاجين لفريق أنه يكون موجود في حالة أنه يقدر أنه يعني يصد مثل هذه الأمور. المتدرب هل لازم يكون ملم بأمور القرصنة والهاك ولا بس يكون متخصص في عملية الحماية وبرامج الحماية والحد من أو مكافحة عملية القرصنة؟ لازم يعرف في كل الجوانب، لكن ما يحتاج يكون تعلم عميق في كل انواع المهارات هذه والمجالات، لكن لازم يكون عنده اطلاع كبير، عنده مهارات واضحه في العمل اللي يقوم به. يعني لو نتكلم تقنيا استاذ محمد، شنو هي البرامج اللي ممكن ان تحمي اي برنامج من او اي موقع من القرصنه؟ يعني انا اعطيك مثال، الكويت حاليا تاتي بارخص عماله. وسبب الاتيان بها كونها ارخص عماله. يعني هم يبحثون تحديدا ارخص الناس. ارخص عمال معناتها ارخص دراسه وارخص تدريب وارخص جوده واقل خبره. الشيء الاخر تاتي العمال هذه تشتغل بالكويت وهي ما عندها مهارات وخبرات، تكتسب خبره على حساب الكويت ثم تطلع اصلا من الكويت ما تقعد. فما استفدنا شيء لا من جلب العماله الرخيصه الغير مدربه غير خبيره ولا احنا احتفظنا فيها بعد تدريبها لانها مو من ابناء الوطن. نعم. بالنسبة له يتعلم سنتين هنا يروح يشتغل بدبي بالدولة الثانية يشتغل بالرياض، ما استفادت الكويت منه. فاحنا أول شيء نحتاج عندنا أبناء البلد هذا هم اللي يتعلمون، هم الموجودين حقه. هذا رقم واحد. رقم اثنين هناك معدات وأنواع من الأجهزة والبرامج. احنا نتكلم عن تحليل السجلات لوج أناليسيز، نتكلم عن السيم سولوشنز وهو تحليل الاحداث الامنيه بالشبكه، نتكلم عن تحليل مرور البيانات نت فلو وغيرها من التقنيات الكثيره، ايضا التعامل مع الاستجابه للاختراقات انسيدنت ريسبونس، كلها مهارات وادوات وطرق للتعامل موجوده ومعروفه، وهذا علم يعلم. لكن عندنا للاسف هذا الشيء يتم تجاهله بشكل كبير خصوصا للعمال، خلينا نقول للعمال الوطنيه. استاذ محمد انت ذكرت انه يعني يجب ان استثمار هذه الامور في ابناء البلد، في الكويتيين، هل في جهه مختصه في الكويت اكاديميه ممكن فعلا تحتضن الشباب اللي حاب يتعلم هالموضوع او اللي عنده موهبه في موضوع التكنولوجيا او موضوع القرصنه، يقدر يتجه شخص لجهه مختصه ورسميه؟ على مدى البعيد يجب ان يكون الجامعات والكليات التقنيه دور في هذا الموضوع. يتم تعليم الطلبة من أول ما يدخل التخصص التقني إدخال أمن المعلومات في منهج الطالب.
عشان لما يتخرج ويشتغل في الجهة الحكومية ما يكون عبء عليها من ناحية أمنية. نعم. المدى القصير وهو الأهم أن كل جهة العمل بالكويت سواء الخاصة ولا العامة تلتزم بتدريب عمالتها في أمن المعلومات تحديدا. نعم. عمالتها التقنية. يعني هم يتعلمون أمور ما يعرفوا معها أمن المعلومات، يتعلم يدير نظام ما يعرف يدير معه يديره في طريقة آمنة. أي. فإحنا نتكلم عن أنظمة شغالة ومتوسع وفيها بيانات أشكال وأنواع من البيانات، لكن كيف يأمنها ما يعرف. بالنسبة للهاكرز يعني هل هو يعني شخص بالنهاية راح يقوم بسرقة معلومات وداتا من البرنامج اللي هو تم اختراقه، يستفيد شنو إذا هو خذ كل هالمعلومات وهالداتا؟ يعني أول فائدة هو بيع المعلومات هذه، وهذه المعلومات لها أسواق رائجة، خلينا نقول بلاك ماركت، سوق سوداء في الإنترنت يتم بيع وتداول كل أنواع المعلومات والبيانات الخاصة للأفراد والجهات والمنظمات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قد يكون لسرقة المعلومات هذه فائدة استخباراتية مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم. يكون لها فائدة اقتصادية، معرفة المنافسين شنو عندهم. وهذه حصلت، بل حصلت حتى بالكويت، في تجارب بالكويت اخترقوا تجار ومنافسين لهم عشان يعرفون أسرارهم. هذه أمور أنا ما أتكلم عن خيارات وسيناريو في هوليوود، هذه أمور حصلت في الكويت عندنا، فضلا عن باقي دول الخليج. هذه كلها أمور حصلت في الكويت. لذلك إن ما كان في توجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعالجة الوضع الحالي راح يزداد الوضع أسوأ بشكل أسرع. أسوأ وأسرع. نعم، أسوأ وأسرع. السبب ليش راح يصير أسوأ وأسرع؟ لأن إحنا كل ما نعتمد على التكنولوجيا أكثر وأكثر، الجهات تتوجه للتكنولوجيا أكثر وأكثر، فبالتالي كل بياناتها كل معاملاتها إلكترونية. إذا كل المؤسسة أصبحت إلكترونية، إذا كلها قابلة للاختراق. بل وصلنا مرحلة أن في مؤسسات في الكويت وضعت أنظمتها عند شركات أمريكية بالكامل، يعني الأسرار كلها والإيميلات والوثائق مو عندهم داخل مؤسستهم في الحين نسميه مركز بيانات أو الديتا سنتر، وضعتها عند شركات أمريكية. فالشركات الأمريكية هي أصل أول شيء بيدها تمنع حتى الجهة الكويتية هذه أنها تحصل على بياناتها. رغم تقدر تمنعها؟ نعم، مع أن هي الجهة هي اللي سلمت المعلومات. لو حصل بينهم خلاف مالي تقدر، لو حصل فيه خلاف سياسي معين على الجهة هذه ممكن تجمد أرصدتها. ولا أقصد فقط الأرصدة البنكية، حتى عندها أرصدتها الإلكترونية، تكلم عن أنظمة الإيميل عندها، أنظمة الوثائق إذا كانت حاطت عند جهة شركة أمريكية تحتفظ فيها، فكل البيانات عندها. نعم. وثم راح تتحاسب في القانون الأمريكي مو القانون الكويتي، صح ولا لا؟ أي، لأن تم عندنا هنا جهات حساسة بالكويت، جهات حساسة من الناحية المالية والسياسية والاقتصادية بدون ذكر أسماء، وضعت كامل أنظمة إلكترونية عند شركات أمريكية يحكمها القانون الأمريكي مو الكويتي، ولا تستطيع الشركة هذه أو الجهة هذه أصلا حتى محافظة على وخلينا نقول الدفاع على نصف حقوقها المفترض تحصل عليها، لأنها لازم أول شيء تدفع وتتحاكم في المحاكم الأمريكية وتتبع القوانين الأمريكية. فبالتالي هذه جهات معناها جهات سيادية بالكويت، جهات سيادية هي أفقدت سيادة الكويت على بيانات الكويت وسلمتها لغير الكويت. نعم. لم تكلم أستاذ محمد على الصعيد المحلي، يمكن قبل فترة سمعنا في اختراقات لبعض المواقع يعني الحكومية وبعض الوزارات، من ضمنها مثلا يمكن وزارة التربية، وخصوصا في فترة الاختبارات بعض يعني يملك القدرة خصوصا الطلاب أنه يخترق موقع وزارة التربية، الهدف منه أنه بياخذ الامتحانات. مثل هالحوادث لما تصير هل يتم يعني عمل خطة لحماية هذه المواقع، طريقة معالجتهم لهذا الموضوع بعد ما حدث؟ طبعا النموذج مع وزارة التربية في بيانات حساسة عندها مثل الاختبارات هو مثل عند أي وزارة أخرى في بياناتها. يعني ديوان الخدمة المدنية عنده بيانات حساسة، وزارة الداخلية بيانات حساسة، وزارة المالية بيانات حساسة، وزارة النفط، كل وزارات هذه عندها بيانات حساسة، كلها ملتزمة ويجب أن تحافظ عليها على أكمل وجه، لأن كل نوع من أنواع البيانات إن تم تسريبها راح يكون في ضرر على الكويت من ناحية اجتماعية أو سياسية أو غيرها من الأنواع. نعم. كلمة أخيرة أستاذ محمد، في يعني طريقة حماية هذه المعلومات، هل في خطة ممكن فعلا تكون تقدر تحمي المعلومات نوعا ما؟ طيب، الحكومة الكويتية مطالبة بأخذ الموضوع بجدية حقيقية. نعم. كيف بجدية؟ أول شيء وجود التشريع والمحاسبة لمن يهمل بشكل كبير حماية البيانات هذه المؤتمنة عليها. احنا ما نرضى يجي حكومية
تكون بابها مفتوح طول الوقت من دون أي حراسة، من دون أي أقفال، كل الملفات قابلة أي شخص يأخذها. هذا ما نقبله. كيف نقبله إلكترونيا؟ باب إلكترونيا باب أولى، لأن الدخول يكون أسهل والتسريب يكون أسهل وأسرع. فإحنا أول شيء نطالب الحكومة أنها تكون جدية فعلا، وجود تشريعات بين الحكومة ومجلس الأمة في حماية البيانات في الكويت. الكويت ما عندها قانون حماية بيانات، دول الخليج عندها تحديد البيانات وحمايتها وطريقة التعامل معها ومتى يتم استخدامها ومتى يتم التخلص منها وطريقة التخلص الآمن من البيانات. هذا كله بالكويت مو موجود، لا تشريعا ولا ممارسة. رقم اثنين. الأمر الثالث هو الطاقات الكويتية لازم يتم تنميتها. أما أن احنا كل مشكلة نروح حق نفس الجهة اللي جابت لنا المشكلة من الأساس، احنا ما راح نحل المشكلة ولا الحين ولا بعد 10 سنوات ولا 100 سنة. نعم. لكن الحل باعتماد على الطاقات اللي موجودة في الكويت، وهذا الشيء الحين الدول الخليج قامت تقوم فيه وسبقتنا فيه. للأسف يفترض احنا نكون سابقين بهالموضوع. أكيد. يعني كل الشكر لك أستاذ محمد الدوب، متخصص بأمن المعلومات. فعلا يعني اليوم المعلومات اللي أعطيتنا إياها يمكن فعلا موضوع جدا حساس، مهم أن نتطرق له ويتم يعني الوعي اتجاهها وأخذه بعين الاعتبار والحيطة. بالنهاية إحنا قاعد نتكلم عن يعني معلومات مفيدة ومعلومات هامة لدولة الكويت، فربي يحفظ إن شاء الله ديرتنا من كل شر يا ربي. وكل الشكر لك أستاذ محمد مرة ثانية. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.